نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأولوية في سوريا هي لوقف إراقة الدماء وعودة اللاجئين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي هاينز فيشر بطهران، أكد روحاني أن بلاده ستشارك في أي مسعى إقليمي أو دولي لتسوية الأزمة السورية عبر مكافحة العنف والإرهاب وتوفير الظروف المواتية لإحلال الديمقراطية فيها. جمهورية إسلامية إيران، إيران مستعدة للجلوس إلى أي طاولة حوار تدعو لها أطراف إقليمية أو دولية لتسوية الأزمة السورية عبر مكافحة الإرهاب وإخراج الجماعات الإرهابية من هذا البلد ووقف إراقة الدماء وإقرار الديمقراطية فيه. بالطبع الأولوية هي لوقف إراقة الدماء وإحلال الأمن النسبي وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ثم لتتم مناقشة سائر الأمور المتعلقة بمستقبل سوريا والمعارضة والديمقراطية في هذا البلد. هذا ووقعت إيران والنمسا 4 مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين برعاية الرئيسين حسن روحاني وهاينز فيشر في طهران، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس النمساوي في قصر سعد آباد بطهران من قبل نظيره الإيراني قبل أن يعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا. وتم توقيع المذكرات في مجالات البيئة والاقتصاد والسياسة والحوار الدولي بين الأديان. وتعد زيارة الرئيس النمساوي لإيران الأولى لرئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارجايو إلى التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد على وقف إطلاق النار. وفي زيارة رسمية قام بها إلى إيران قال الوزير الإسباني إن من الضروري التفاوض على وقف جزئي لإطلاق النار يبدأ بحلب شمالية سوريا وصولا إلى وقف شامل، مشددا على ضرورة التفاوض والتوصل إلى وقف للحرب، وإلا بات الوضع الإنساني ميؤوسا منه. وأكد الوزير الإسباني أن التفاوض أو التحاور مع داعش ليس ممكنا وأن الحل العسكري ضروري لكن في إطار الشرعية الدولية. نفى وزير الإعلام السوري عمران الزعبي الأنباء التي تتحدث عن وجود قوات روسية أو عمل عسكري روسي على الأراضي السورية. وفي مقابلة تلفزيونية قال الزعبي إنما يشاع عن فكرة هو فكرة مبتكرة في دوائر المخابرات الغربية والعربية التي تريد الإيحاء بأن روسيا تتدخل بشكل مباشر وذلك من أجل الضغط على سوريا. وأضاف أن هناك هدفا آخر وهو مطالبة الولايات المتحدة بمزيد من الدعم التسليحي للجماعات الإرهابية تحت مسمى المعارضة المعتدلة. وأوضح الزعبي أن كل ما يأتي إلى سوريا من المؤسسة العسكرية الروسية هو نتيجة اتفاقات سابقة. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 30,000 لاجئ محاصرون في جزر يونانية، وتوقعت أن يبلغ عدد اللاجئين الفارين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا 400,000 هذا العام. وتجددت التوترات بين مئات اللاجئين والشرطة اليونانية في جزيرة ليسبوس بعد تدفق أكثر من 15,000 لاجئ إليها معظمهم سوريون. وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة للسيطرة على اللاجئين ومنعت نحو 2500 لاجئ من الصعود على متن عبارة استأجرتها الحكومة اليونانية لنقلهم إلى أثينا. فيما أكد وزير الاقتصاد الألماني سيغمار جابرييل أن بلاده قادرة على استقبال 500,000 لاجئ سنويا على المدى المتوسط. السلام عليكم. توغلت القوات الخاصة التابعة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني بعد هجوم أمس أوقع 16 قتيلا من الجنود قرب الحدود التركية. واليوم قتل 14 شرطيا تركيا بهجوم على حافلتهم شرقي البلاد. وقد اتهمت الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه. هذا الهجوم يأتي بعد استهداف طائرات تركية مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصره وفق مصدر أمني تركي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد بعدم ترك تركيا لمن وصفهم بالإرهابيين بعد الهجمات الدامية ضد الجنود الأتراك. فيما دعا رئيس الوزراء أحمد داود أغلو جميع الأحزاب السياسية إلى الوقوف جنبا إلى جنب ضد الإرهاب وإلى استخدام لغة واحدة في مواجهته من أجل وحدة تركيا. ملتنا حكومتنا دولتنا güvenmelidir.
ستطهر تلك الجبال من الإرهابيين، ولن تترك جبال وهضاب وسهول ومدن هذا الوطن لهم. أدعو جميع الأحزاب السياسية إلى الوقوف جنبا إلى جنب أمام الإرهاب، وإلى استخدام لغة واحدة في مواجهته من أجل وحدة تركيا وإرساء السلم فيها. إن تعليمات منطلقة من إرادة سياسية قوية وجهت إلى جميع أجهزة الأمن التركية لتصفية جميع المنظمات الإرهابية في أنحاء تركيا. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية المسؤولة عن إشعال فتيل النزاعات في الشرق الأوسط إلى تحمل عبء قضية اللاجئين. لافروف اعتبر خلال لقائه نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن جذور قضية اللاجئين سياسية، محذرا من أن التهرب من تحليل الأسباب هو وراء ازدياد عدد اللاجئين والمحتجين على النطاق العالمي. وفي موازاة أزمة تدفق اللاجئين، عقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر دولي لإقرار خطة لحماية الأقليات في الشرق الأوسط والسعي إلى تقليل نزوحها. المؤتمر الذي حضره 56 وفدا يهدف إلى مناقشة موضوع الأقليات استنادا إلى اهتمام المجتمع الدولي بتعددية الشرق الأوسط وبضرورة محاربة الإرهاب. عائلة الكرد أرادت إيجاد ملجأ لها في أوروبا، لكن الموت أنهى أمالها. هذا الطريق التراجيدي المشابه لطريق آخرين وجوههم مجهولة هو من أوجه قصور المجتمع الدولي، ونحن لن نقبل باستمراره. فاليوم وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول الأوروبية والمنظمات الدولية عن سبل معالجة أزمة اللجوء الإنساني من منطقتنا وبالأخص من سوريا، والتي وصلت تداعياتها إلى شواطئ أوروبا وعواصمها لتثقل ضمير الإنسانية بنتائج المأساة التي يعانيها ضحايا التطرف والعنف والنزاعات المستعرة في منطقتنا، لا بد من الإشارة إلى أن بلدي الأردن هو من أكثر الدول التي تحملت ولا تزال أعباء المأساة الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية. أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين الذين فروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وصل إلى 400,000 لاجئ هذا العام. سارة الحاف. أهلا بكم. عام 2014 قضى نحو 3,200 لاجئ حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط، وفي النصف الأول من هذا العام فقط قضى نحو 2,000 شخص وهم في طريقهم لإيجاد بر أمان. بعد موت نحو 700 مهاجر في السواحل الليبية في نيسان أبريل الماضي دفعة واحدة، تصدرت قضية المهاجرين غير الشرعيين جدول اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل. وفي تقرير لمفوضية شؤون اللاجئين فأن عدد النازحين بسبب الصراعات والاضطهاد وصل إلى نحو 60 مليون نازح، أرقام لم تعرفها إحصاءات الأمم المتحدة منذ عقود. فماذا عن وجهة هؤلاء النازحين؟ الدول الأوروبية الغربية كانت وجهة الهاربين من الصراعات الطويلة الأمد في الشرق الأوسط وأفريقيا أو الأوضاع الاقتصادية الرديئة في أوروبا الشرقية، فشكلت كل من فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وألمانيا والسويد الدول الرئيسية لطلبات اللجوء. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 تلقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 250,000 طلب لجوء، أي بزيادة 80% عن الفترة نفسها من عام 2014. المجر التي يصل إليها المهاجرون عادة عن طريق تركيا أو دول البلقان شهدت أكبر زيادة في الطلبات، أي نحو 13 ضعفا مقارنة بغيرها. 61,000 طلب لجوء تم تلقيها في الأشهر الأولى من عام 2015 هناك بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ألمانيا وحدها استقبلت 40% من الطلبات خلال الثلث الأول من هذا العام، في حين تلقت المجر وفرنسا وإيطاليا والسويد مجتمعة 39%. خلال العام الماضي 78% من اللاجئين كانوا من السوريين الذين حاولوا اجتياز المتوسط، ونظرا إلى مخاطر عبور البحر نمت الهجرة غير الشرعية عبر الطريق البري، مع الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء هم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، ولكن نسبة القُصّر ارتفعت بصورة ملحوظة.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد طهران للحوار مع أي دولة بهدف تحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك في معرض رده على سؤال حول إمكانية الحوار مع الرياض أو واشنطن. روحاني وخلال استقباله نظيره النمساوي في طهران اعتبر أن مشكلة العالم في سوريا هي تحديد الأولويات، وإذ رفض أي تدخل خارجي في مستقبل سوريا. دعا إلى وقف إراقة الدماء وتوفير الأمن حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلادهم. اتفق معاون وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمتين السورية واليمنية وفق القوانين الدولية. وخلال اتصال هاتفي بينهما أعرب الطرفان عن اعتقادهما بعدم نجاح أي حل سياسي في سوريا لا يحتسب دور الشعب ومؤسسات الدولة ودور الرئيس السوري ومحاربة الإرهاب جديا. مساء النور أسامة، تحية طيبة مشاهدينا الكرام في نشرتنا لهذه الليلة. بسط الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية السيطرة على بعض الكتل شرقي حي الزهرة وشمال دوار الجسر في المحور الغربي لمدينة الزبداني بعد أن بسط صباحا السيطرة على حارة الماس وقضى على إرهابيين بينهم وائل دالاتي ومنير علوش ومحمد الخوص وضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة. إنجاز جديد لرجال الجيش العربي السوري بالتعاون مع رجال المقاومة اللبنانية في مدينة الزبداني، حيث تم بسط السيطرة على حارة الماس على محور طريق بردة مركز المدينة بعد أن تم القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أدوات إجرامهم. أثناء عمليات تمشيط الحي تم العثور على معمل للعبوات الناسفة والمتفجرات. هون في مكان للقناص حاط مرايه فوق بشوف اللي الظهر، وفي بيتعامل معه عن طريق فتحات ثانيه. من حارة الماس في مدينة الزبداني مراسل الإدارة السياسية. تصدت القوات المدافعة عن مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب لإرهابيي جيش الفتح المرتبط بنظام أردوغان الذين حاولوا الاعتداء على المطار من الجهة الشرقية ودمرت لهم عربة مفخخة وقضت على أعداد منهم. وفي ريف اللاذقية الشمالي الشرقي كبدت وحدة من الجيش التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد خلال عملية نوعية على أوكارهم وتجمعاتهم في قرية الكبير، حيث قضت على 24 إرهابيا على الأقل معظمهم من جنسيات أجنبية وأوقعت 36 مصابا في قتلهم. وأسفرت الضربات عن تدمير معسكر تدريب للإرهابيين من الجنسية التركمانية مع مستودع للأسلحة والذخيرة ومحطة اتصال وعدد كبير من الآليات كانت بداخله. وأحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى منطقة تل ضلفع في ريف السويداء الشمالي الغربي وقضت على معظم أفرادها. وفي ريف حمص الشمالي قضت وحدات الجيش على عدد من الإرهابيين ودمرت آليات متنوعة في تل الدبور والغجر وشرق كيسين وحوش حجو. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإرهاب خطر يهدد أمن المنطقة والعالم، مشددا على أن محاربته مسؤولية جماعية. وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي هاينز فيشر إن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده، ولا يجب على أي دولة أو قوة عالمية أن تقرر عنه ذلك، مشددا على أن سوريا دولة ذات سيادة وطنية والأولوية فيها لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. ورأى روحاني أن الخطوة الأولى تجاه حل الأزمة في سوريا لابد أن تكون إنهاء العنف وتحقيق الاستقرار والأمن وعودة المهجرين إلى منازلهم، ومن ثم
يمكن الحديث عن بقية المسائل الأخرى. ودعا روحاني جميع الدول المؤثرة إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمحاربة الإرهاب في سوريا ومنها دول أوروبا، موضحا أن إيران مستعدة للجلوس إلى أي طاولة حوار لحل الأزمة في سوريا. وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس دعا الدول الغربية إلى ضم سوريا وروسيا وإيران إلى جهود محاربة تنظيم داعش. وقال كورتس: إننا نحتاج إلى نهج عملي مشترك في هذا الصدد يتضمن مشاركة الرئيس بشار الأسد في التصدي لإرهاب تنظيم داعش. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن بعض الدول النافذة في الأمم المتحدة سخرت مبدأ المسؤولية عن حماية المدنيين أثناء الحروب أداة جديدة وذريعة مبتكرة للتدخل في شؤون دول بعينها بما يخدم مصالحها الأنانية. وخلال جلسة في الأمم المتحدة حول مسؤولية الدول عن حماية شعوبها، أوضح الجعفري أن النظر بتطبيق المسؤولية خلال السنوات العشر الماضية يكشف حجم التسييس والانتقائية الدولية والتجاهل الممنهج للجرائم الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري، وجرائم التدخل الأجنبي في ليبيا، وجرائم النظام السعودي في اليمن. وأشار الجعفري إلى أن تقارير الأمين العام لا تزال تغفل التطرق إلى المساهمة بالغة الأهمية التي قدمتها وتقدمها حكومات دول أعضاء لتأجيج الحرب في سوريا عبر إرسال الإرهابيين وعرقلتها الحل السياسي السلمي للأزمة، لافتا إلى أن الشعب السوري اليوم يدفع ثمن السياسات الخاطئة لما يسمى بالمجتمع الدولي ويقع فريسة للإرهاب وعصابات التهريب والإتجار بالبشر للفرار من وحشية التنظيمات الإرهابية وللبحث عن لقمة العيش بعد أن سدت التدابير القسرية أحادية الجانب سبل العيش والرزق أمامهم، وأوصدت الكثير من الدول التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان أبوابها أمامهم. إن المسؤولية الأساسية عن الحماية من الجرائم الجسيمة هي من اختصاص الدولة المعنية. ثانيا، إن الغاية من المسؤولية عن الحماية هي تعزيز السيادة الوطنية وليس تقويضها، وإن فكرة الحماية لم يتم طرحها لتسمح لأي طرف دولي بفرض مطالب وحلول على الدول الأعضاء وتغيير أنظمة الحكم فيها عبر الغزو العسكري والاحتلال ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة تسميتها بالعناصر المسلحة من غير الدول. نفى مصدر إعلامي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول سحب الجنسية أو مصادرة أملاك السوريين المهاجرين أو المقيمين خارج سوريا بسبب الحرب الإرهابية التي تتعرض لها. وأوضح المصدر أن مثل هذه القضايا يحددها الدستور السوري الذي يكفل الملكية الخاصة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه الطبيعي في حمل جنسية بلده. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية المسؤولة عن إشعال فتيل النزاعات في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى إلى تحمل عبء قضية اللاجئين التي تواجهها. وقال لافروف خلال لقائه نائب رئيس المفوضية الأوروبية كريستالينا جيورجيفا إن معالجة البيروقراطية لن تساعد في حل قضية اللاجئين لأن جذورها سياسية، وهؤلاء ضحايا النزاعات المسلحة التي تشتعل بالعالم. وأشار لافروف إلى أن الفجوة بين عدد المحتاجين والمبالغ المالية التي تخصص لتقديم المساعدات الإنسانية في ازدياد مستمر، محذرا من أن الاعتماد حصريا على منطق الحسابات المالية غير كفيل بحل الأزمة. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا جددت التأكيد على أن بلادها ستواصل تقديم المساعدات لسوريا لمواجهة التهديدات الإرهابية. وقالت زخاروفا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إننا دعمنا سوريا في الماضي وندعمها حاليا وسنواصل دعمنا لها في المستقبل، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية لسوريا تتفق مع اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين حول توحيد جهود مختلف البلدان التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي. انضمت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة ساراتوف العائدة لأسطول البحر الأسود إلى المجموعة الدائمة لسفن الأسطول الروسي في البحر المتوسط
بعد عبورها مضائق البحر الأسود بحسب مصدر في هيئة أركان الأسطول الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن وضع وحدات القوات الجوية والفضائية في حالة التأهب القصوى، وذلك في إطار اختبار مفاجئ لجاهزية قوات الدائرة العسكرية الوسطى. وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات والمروحيات تستعد لتنفيذ المهمات المطروحة في سياق التدريبات المفاجئة، فيما تم إرسال الفرق المتقدمة من وحدات المهندسين والخبراء الفنيين إلى مطارات معينة بغية تجهيزها. ومن المتوقع أن تشمل فعاليات الاختبار 95 ألف عسكري، بالإضافة إلى 7000 قطعة سلاح وآلية قتالية ونحو 170 طائرة. وفي صعيد مواز، طالبت موسكو بلغاريا واليونان بتوضيحات حول رفض فتح مجالهما الجوي أمام طائرات روسية تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا. اليونان قالت إن موسكو لم تعد بحاجة إلى مجالها الجوي، بالتوازي مع تسريبات حول رفض أثينا طلبا أمريكيا بمنع الطائرات الروسية من عبور الأجواء اليونانية. أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن العلاقات بين سوريا وروسيا تاريخية وأخوية، وتحالفهما استراتيجي. وخلال لقائه وفد جمعية صندوق التراث الروحي للقديس بولس، أضاف الهلال أن دور المجتمع الأهلي والأحزاب السياسية في روسيا ونشاطاته تجاه الشعب السوري خلال الحرب التي تعرض لها لا يقل أهمية عن الدور الرسمي للقيادة والحكومة الروسية، مشيرا إلى أن الدورين موضع تقدير واحترام الشعب السوري وحكومته. وأكد الهلال أن روسيا أحد أهم الدول في رسم الخارطة السياسية الجديدة للعالم، والتي استطاعت بفضل حكمة قيادتها وتماسك حلفائها ومنهم سوريا إسقاط الهيمنة العالمية لأمريكا. قتل 12 من عناصر الشرطة التركية على الأقل في هجوم مسلح استهدف حافلة لهم شرقية تركيا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني فجروا عبوة ناسفة قرب حافلة كانت تقل رجال شرطة في محافظة أغدير على الحدود مع أرمينيا، ثم أطلقوا النار على الحافلة. وفي محافظة شرناق جنوبية شرقي تركيا، قتل 4 من رجال الشرطة في هجوم آخر شنه مسلحون بقذيفة صاروخية استهدفت مركبتهم. طيران الجيش التركي قصف مواقع لمسلحي حزب العمال جنوب وشرق البلاد، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن قوات برية توغلت في شمال العراق واستهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي أعلن عن إسقاط طائرة استطلاع تركية. سيطرت القوات العراقية المشتركة على منطقتين في محافظة الأنبار بعد معارك شرسة مع إرهابي داعش أسفرت عن مقتل العشرات منهم. مصدر في قوات الحشد الشعبي قال لمراسلة الأخبار إن القوات قامت بعملية عسكرية نوعية بإسناد من قيادة عمليات الأنبار وطيران الجيش، وأسفرت عن تطهير منطقتي الكروش والهتاويين شرق مدينة الفلوجة بعد معارك مع إرهابي داعش أسفرت عن مقتل العشرات، بعضهم من جنسيات عربية وأجنبية، وتدمير 15 سيارة مسلحة ومدرعة. الطيران العراقي شن ضربات على تجمعات إرهابي داعش شمال غربي قرية الجبهة في الأنبار، ما أسفر عن مقتل 50 إرهابيا وتدمير 10 سيارات، فيما دمرت القوات العراقية رتلا لإرهابي داعش كان متجها إلى بيجي في محافظة صلاح الدين. واستهدف سلاح الجو رتلا آخر مكونا من 8 سيارات في قرية الصالحين جنوب الموصل، ما أدى إلى تدمير الرتل بالكامل وقتل من فيه. المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية أعلن أن بلاده تسلمت 4 مروحيات من طراز الصياد الليلي من روسيا ضمن صفقة تسليح مبرمة. قتل 15 يمنيا و22 هنديا، وأصيب العشرات في استهداف طيران العدوان السعودي لمنازل وأحياء سكنية في اليمن. مصدر أمني أكد أن الطائرات السعودية شنت 3 غارات على مبنى كلية الشرطة في منطقة التحرير الآهلة بالسكان، وغارات أخرى على المعهد الفني للقوات الجوية ومنطقة شارع 70. وفي منطقة الخوجة قتل 22 شخصا من الجنسية الهندية إثر غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت قوارب صيد.
قيادي في جماعة أنصار الله قال إن الجيش واللجان الشعبية يواصلان تحرير مأرب، معتبرا أن الحديث عن معركة برية لتحالف العدوان السعودي هو ترويج إعلامي فقط. مصدر عسكري أكد مقتل جنود سعوديين وفرار آخرين وإحراق آليتين في قصف استهدف موقعهم في الخوجرة بجيزان، وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت قيادة حرس الحدود السعودي في ظهران عسير بصواريخ.